منتصف النهار و34 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، تحية متجدة لكل السادة المستمعين والمستمعات، ونجدد أو نرحب الحقيقة مش نجدد، أنا رحبت بمبكري قبل ما يدخل الاستوديو، مرحبا بضيفنا الكريم في الاستوديو عضو المكتب الرئاسي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حتى نكونوا دقيقين في التوصيف، أسامة صحنون مرحبا بك، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. مرحبا، ودعوتك في كل وقت لبيها وصديق العزيز، شكرا، بارك الله فيك ومشكور جدا جدا جدا. نمشيوا لشارة الركن حديث الساعة ثم ننطلق في الحوار. المشهد الآن حديث الساعة. والله نجم مهم جدا أن نشوف طاقة شبابية اليوم، أسامة صحنون، من الشباب اللي اليوم يقود هذه المرحلة من في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهذا مهم جدا، وأنه الشباب يكون فاعل على مستوى صنع القرار. مرحبا بك أسامة. نحكي على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تركيبة هذا المجلس، آخر أنشطة هذا المجلس، وبعدين باش نمشيو نحكيو في علاقة بالغرفة الأولى بطبيعة الحال. ساعة قبل كل شيء مرحبا بضيوفك ومرحبا بكل السادة المستمعين، وعذرا على رداءة الصوت مريض شوية. بالنسبة عليك من المصدر صوت. بالنسبة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الأسبوع الفارط استكمل تركيبته، يعني تركيبة هياكله اللي هما لجانه ومكتبه. بالنسبة للجان وقع يعني تركيز 6 لجان وانتخاب مكاتبها، يعني رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة ومقرر اللجنة. 6 لجان هما لجنة المالية والميزانية تتكون من 12 عضو، لجنة أخرى تتكون من 12 عضو اللي هي لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، ثم 4 لجان كل واحدة تتكون من 10 أعضاء، لجنة القطاعات الإنتاجية، لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية، وأخيرا لجنة الاستثمار والتعاون الدولي. وبالنسبة لمكتب المجلس هو يعني يتكون من 10 أعضاء إضافة للرئيس والنائبين، 10 نواب مساعدين للرئيس بمعدل نائبين على كل إقليم، وهما 10 نواب يعني مكلفين بمهام مختلفة، منهم أنا المكلف يعني بالعلاقات مع الهيئة القضائية والمؤسسات الدستورية. هو ثم بعض لجان اللي صار فيهم نوع من التوافق أكثر منه انتخاب في تركيبهم، خاصة اللي تموا في الأيام الأخرانية، معناها بعد الانتخاب للهياكل في المرة الأولى وبعد الانتخاب الهياكل، شنية أهم الجلسات ولا مشاريع الأعمال اللي باش تقوموا بها بعد المصادقة على النظام الداخلي؟ شوف، هو نحن في المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعني شعارنا الأول التوافق ثم الانتخابات، يعني قمنا سعينا ديما انه نكون فما توافق، وكما ريت يعني النظام الداخلي صحيح امضينا شهرين تقريبا في اعداد النظام الداخلي، لجنه النظام الداخلي امضت شهرين، لكن المصادقه تمت في 3 أيام أو 4 أيام فقط، وذلك نظرا لانفتاح اللجنة على كل الآراء، يعني حتى من خارج اللجنة، نظرا للتناغم الكبير الموجود بين لخيان في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ثم قمنا بانتخاب أعضاء المكتب، وهناك لجان يعني ليست كل لجان انتخبت، هناك لجان بالتوافق، فقط لجنتين فقط وقع انتخابهما، والتركيب مكاتب اللجان فما اللي توافقوا فيه فما اللي صار بالانتخابات يعني. هو الشطر الثاني من السؤال تاع نجم الدين يتعلق في ما بعد مرحلة التأسيس. ما بعد مرحلة التأسيس، يعني كما تعرف ما ينجمش العمل ينطلق لو أنه انطلق، لأنه الحقيقة من حتى من قناة قبل 19 أفريل اللي هو تاريخ أول جلسة عامة، وهي تسمى جلسة عامة الافتتاحية، يعني الخيان النواب كانوا يتحركوا في جهاتهم، كانوا يحضروا مجالسهم الجهوية، كانوا يحضروا أي اجتماع جهوي، كانوا في مرافقة وفي التحام يومي بمشاغل مواطنيهم، يعني هذا واحد. اثنين، العمل ما ينجم يتنظم وما ينجم يكون يعني مواجه إلا ما يقع انتخاب الهياكل. في هذا كما تعرف يعني العطلة البرلمانية تنطلق نهار 1 أوت، تستمر حتى 30 سبتمبر، لكن كما تعرف مكتب المجلس واللجان ما تتمتعش بالعطلة هذا. في هذا ننتظر توا بداية العمل، لو أنه العمل كما كنت نحكي يعني ديناه عنا أشهر يعني. ممتاز، ولكن أنا عندي تعقيب، لكن دائما يجي فيها لكن هو العمل بالضبط، على خاطر العمل اللي يقوموا به
أعضاء الغرفة الثاني من النواب فيما يتعلق بالعمل على مستوى الجهات، نفس العمل يقوم به نواب الغرفة الأولى. يعني طالما أنه لم يصدر القانون المنظم للعلاقة ما بين الغرفتين فيه نوع من اللبس، كيفاش تشتغلوا في المرحلة اللي سبقت والحال وأنه نفس الشغل؟ يعني اليوم عندنا نواب جهات في الغرفة الأولى، نواب جهات في الغرفة الثانية، كيفاش تصير العملية؟ هو يعني سؤالك الحقيقة كان تكملة لإشياء أي فهمنا يعني بعضنا هو طبعا دي ما شاء الله فهمي بعض إن شاء الله يا رب. هو يعني كما تعرف المجلس الوطني جهات والأقاليم استكمل تركيب هيكله، لكن ما توضح معالم المرحلة إلا باستكمال بقية القوانين، مش فقط القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين الغرفة الأولى والغرفة الثانية، كذلك القانون المنظم لعمل المجلس المحلية والجهوي والإقليمي بما يسمى الجماعات المحلية. زاد يلزم تتوضح المهام نتاعهم في إطار قانون، وذلك لتنظيم علاقتنا بالجماعات المحلية هذه. هذا واحد. اثنين، في علاقتنا بمجلس نواب الشعب، رأوا الخيام في مجلس نواب الشعب رأنا في اتصال دائم وفي تنسيق دائم وفي عمل ميداني دائم وفي تشاور دائم. في هذا ننتظره في القانون ينظم، وراو ما يلزمش يكون، ومش باش تكون هناك تضارب بين المجلسين، ومش من مصلحة البلاد انه يكون هناك تضارب بين المجلسين، ولن يكون هناك تضارب بين المجلسين. شنو الضمان؟ شنو الضمان؟ هذا جيد. ضمانة، نحن عندنا قانون الميزانية نصادقوا عليه مع بعضنا، في هذا يلزم يتوضح هل انه المصادقة تصير في نفس الوقت والا مجلس يصادق ثم المجلس الاخر او العكس، هذا يلزم يوضح القانون. اثنين، سحب الثقة كيف يلزم يتوضح، لانه زاد المجلس الوطني للجهات والاقاليم، لانه سحب الثقه من الحكومه لائحه اللوم تقدم من المجلسين وتصادق من المجلسين، نصف المجلسين وثلثي المجلسين به، في هذا يلزم القانون يوضح. ايضا وقت اللي غدوه يكون عندنا مثلا رايين مختلفين من المجلسين، شكون باش يحل الاشكال؟ هل انه لجان متناصفه؟ هل انه جلسه عامه مشتركه؟ هذا يلزم يوضح القانون. الضمان في هذا هو القانون، وفي هذا ننتظر قانون منظم. ومن رأيي القانون هو فما نوعين، يعني كيف يصدر القانون بالدستور، يا إما مبادرة تشريعية من 10 نواب، يا إما مبادرة من رئاسة الجمهورية ويصادق عليها المجلس الوطني المجلس النواب. في هذا نعتقد أنه صاحب المشروع هو المطالب بإصدار القانون، في هذا ننتظر السيد رئيس الجمهورية أنه يبعث مشروع القانون نتاع العلاقة المنظمة بين المجلسين والقانون المنظم للجماعات المحلية اللي هم المجالس الجهوية والمحلية والإقليمية، ولأنه هو صاحب المشروع وهو صاحب الفلسفة، وننتظر صاحب المشروع هو اللي قدم تصوره للمشروع. هو يعني مثلا لحد اليوم ما ثماش بعض الأخبار أو حتى نقولوا احنا كما نقولوا صحفيين تسريبات حول قرب تقديم هذا، واكيد ماهوش باش يكون قبل العطله البرلمانيه اللي باش تصير في الايامات القريبه القادمه، اقل من اسبوعين توا على ببدايه العطله. شنو ثم اهم الملامح خاصه فيما يخص الميزانيه الدوله اللي باش يبدا الشروع فيها مباشره بعد العوده البرلمانيه، ويصير فيها موافقه من المجلسين، ما فهمتني؟ هذاك على الموافقه هذه باش تكون بالتوازي ايه؟ او كل مجلس هذا ما نجم نجاوبك عليه، سي نجم تين كان القانون يعني ايه؟ ننتظروا فيه. وما ثمش امكانيه معناها في الانتظار كما صارت في برشا مشاريع قوانين يبدا المجلسين معناها الغرفتين يتداولوا في مبادره وبعد تجي الواحد، ولا مش باش يدخلوا في مبادره كما بعض القطاعات الاخرى؟ هو كل شيء ممكن، لكن حسب رايي وهذا رايي الشخصي، صاحب المشروع هو المطالب يعني بتفسير المشروع وبتفسير فلسفته وبتفسير رؤيته للمشروع هذا المنطق يعني. اليوم النواب المحليين، كنت أتذكر احنا من خلال استضافاتنا لعدد من اعضاء الهيئه العليا المستقله للانتخابات افادونا بان النواب المحليين اليوم عندهم سلطات تقريريه. السلطات التقريرية هذه تطرح إشكال كبير على مستوى اتخاذ القرار مع عدد من المتدخلين في المشهد، خاصة على مستوى الجهات والمعتمدية. اليوم في المعتمدية بشتلقى يعني خليط من المسؤولين في علاقة بالمشهد العام عموما في المنطقة، هذا لم يتوضح، لأنه كما لما نحكيه أسامة على سلطة اتخاذ القرار لهنا تصير تحديد الصلاحيات اللي هو مهم جدا. ما تراش أنه الأمر تأخر نوعا ما، كان من المفروض وأنه يكون سابق.
شوف هو ساعة عنا الفصل على ما أعتقد 131 من الدستور يتحدث على أنه الجماعات المحلية هي المجالس الجهوية والمجالس البلدية والمجالس الإقليمية وكل ما يضبطه القانون في علاقة بالمجالس المحلية. ومن المبادئ الأساسية للجماعات المحلية هي مبدأ التدبير الحر ومبدأ التشاركية ومبدأ الاستقلالية المالية. يعني من ما ينجمش الإنسان يحكي على جماعات محلية دون أنه ما تكون سلطة تقريرية، يعني هذا أمر مفروغ منه. في هذا السلطة التقريرية هذه وسلطة القرار هذه راي غدوة تنجم تخلق إشكال مع السلطة اللامحورية الممثلين في المعتمدين وفي الولايات. وصارت حتى وصارت قبل يعني وفي هذا قبل كانت عنا مجلة الجماعات المحلية اللي تضبط النزاعات ما بين رؤساء المجلس الجهوية اللي وقتها ما عملناش مجلس جهوية لكن المجلة موجود فيها وبين الولايات، وكذلك تضبط نزاعات بين رؤساء البلديات والولايات. غدوة في الأيامات مش تتخلق عنا نزاعات بين، خاصة أكثر مثال ديما نطرح بين البلديات غدوة والمجلس المحلي لأنه مجالهم الترابي خاصة متداخل جدا. يعني غدوة يلزمنا نص قانوني يضبط النزاع بين المجلس المحلية والمجلس البلدية، بين المجلس المحلي والمعتمدين، بين المجلس الجهوي والولايات، وبين الولايات والمجلس الأقاليم. في هذا نجد الدعوة أنه القانون يصدر في أقرب وقت. وأيضا يجب توفير يعني كل ظروف الملائمة لعمل المجالس هذه من مقرات، من معدات لوجستية، وأيضا لما لا يعني منحة تكون حضور أو منحة تنقل للأعضاء المجلس المحلي والجهوي، لأنه عملنا تجربة في السابق بلدية والحقيقة ما كانتش ناجحة برشا لأنه وقتها أغلب الأعضاء ما عادش يتمكنوا من الحضور نظرا لأنه يعني هناك عبء مالي كبير عليهم، لكن ما فماش على الأقل منحة. يعني هو أسامة زاد ثم حاجة أخرى في الحضور على مستوى الجهوي وحتى المحلي، عندما يكون النواب الجهة سواء في الغرفة الأولى ولا في الغرفة الثانية والممثلين متاع الأقاليم وكيهبطوا كلهم في الجهات، معناه نوع من التداخل والضغط حتى على المسؤولين الجهويين وعلى الهياكل الجهوية، وساعات تداخل في مجالات العمل. هو شوف خلينا نأصلوا الأشياء، الدول اللي تعمل نظام الغرفتين يعني وظيفة تشريعية بغرفتين، هو رو أصل الفكرة هذه مزيد تدعيم الرقابة على الجهاز التنفيذي، وأيضا أصل الفكرة هذه هو أنه الغرفتين تراقب بعضها، هذا يعني فلسفة الغرفتين عليه مجعولة، وأيضا لضمان جودة النص التشريعي أقصى ما يمكن. يعني يروا من نظرة أخرى رأي تجربة الغرفتين مهمة وجيدة وتعطي الإضافة، لكن يلزم تفسيرها أكثر وتقريبا. لو أنه رأوا المواطن التونسي مش جديد عليه فكرة الغرفتين، 2009 كانت ليه من 2002 مجلس المستشارين بدأ في 2002 أو 4 من 2 أو 4 5 بدأ وقتها أيضا، ولكن كان فيه نص سبق الانتخاب الغرفة الثانية. وأيضا رأوا حتى تاريخيا رأوا وقت اللي عملنا المجلس الوطني التأسيسي أو المجلس الوطني التأسيسي بعد الاستقلال، لو كانت بش يكون هناك مجلس أمة ومجلس شورى، لكن بعد وقع التخلي عليها الفكرة. يعني رأي الفكر التونسي والعقلية التونسية مش جديد عليها رو نظام الغرفتين. فيما تبقى من الوقت، استعدادات المجلس الوطني للجهات والأقاليم للانتخابات الرئاسية القادمة، تعرفوا أنه القانون واضح وصريح فيما يتعلق بجمع التزكيات، لا يمكن الخلط في التزكيات ما بين الغرفتين، إما 10 تزكيات من الغرفة الأولى أو 10 تزكيات من الغرفة الثانية. أنا سؤالي ليك أسامة، انطلقت عملية الاتصال بكم لجمع التزكيات ولا مازال بكري؟ هو شوف بالنسبه للتزكيات خليني ساعه نوضحها حاجه مهمه. تفضل. رو تزكيه نائب مجلس وطني او نائب مجلس وطني او نائب مجلس نواب، وتو بعد نحكي على رؤساء المجلس المحلي، راي التزكيه مش قرار شخصي ومش راي شخصي ومش موقف شخصي، راي التزكيه اللي قدمها النائب هي تمثيل للناس اللي وقعت الناس اللي انتخبته في هذا. يعني وحسب وهذا رأيي بطبيعة روديما رأيي، الناس اللي قامت بالانتخاب مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم هي الناس يعني اللي آمنت بمسار 25 جويلية وناس آمنت بمشروع 25 جويلية. في هذا النائب اللي يملك التزكية، راي التزكية ذيك أمانة
وراي التزكية هذيك هي التمثيل لصوت الناس اللي انتخبتك. في هذا التزكية ما يلزم تكون إلا لمن قام بمسار 25 جويلية ولمن هو متبني لمسار 25 جويلية. يعني كان فهمتين ولا يفهموا يعني سمعين كل واحد كيفاش؟ هل أنه أصوات التزكية كانت تسمى أصوات التزكية تمشي إلا للمترشحين أو الراغبين في الترشح من مساندي مسار 25 جويلية فقط؟ أنا لست وصي على ضمائر الناس يعني تزكية الناس بالنسبة لموقفي الشخصي ورؤيتي للأشياء. التزكية ما تنجم تكون هي التزكية راي ملك للشعب التونسي اللي يوصلك انك تكون عضو لمجلس النواب الشعب او عضو المجلس الوطني للجهات والاقاليم. وراو الناس اللي اختارت انها تمشي تنتخب المجلس الوطني للجهات والاقاليم ومجلس نواب الشعب راي امنت بمسار 25 جويلية وما رضختش وما نسقتش لدعوات مقاطعه الانتخابات نتاع المجلس الوطني للجهات والاقاليم نتاع المجلس النواب. في هذا راو التزكية متاعك يلزمها حسب رأيي بالطبيعة يلزمها تكون لمن يتبنى مسار 25 جويلية. ولكن أسامة راو اللي يسمع فينا باش يصير له خلط، لأنه لما نحكيه على مجلس نواب الشعب هو لكل الشعب، مجلس نواب الشعب موجه لعموم الشعب التونسي، هو بالطبيعة لعموم الشعب التونسي، لكن من قام بانتخاب مجلس نواب الشعب هو آمن أنه مشروع 25 جويلية يلزم يركز الهياكل متاعه، ومن هياكل 25 جويلية مشروع 25 جويلية هو مجلس نواب الشعب ومجلس الوطني للجهات والأقاليم. رأي الناس وقت اللي مشيت صوتت المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الانتخابات المحلية ومجلس نواب الشعب في الانتخابات التشريعية رأي آمنت بمشروع 25 جويلية يعني ورأي آمنت بدستور 25 جويلية. عندي سؤال بطريقة أخرى، هل أسامة سحنون يتوقع وأنه باش تصير تزكيات لعدد من المرشحين اللي ما همش مع مسار 25 جويلية؟ بالنسبة لأسامة سحنون التسكيت يتشرف أنها تكون لمن قام بمسار 25 جويلية ولمن آمن بمسار 25 جويلية. بالنسبة لأسامة سحنون مش مسؤول على تسكيات غيره، لكن يتوقع أنه الخيان عندهم من الوعي وعندهم من التمييز ما يسمح لهم أنهم يقروا القرار الصائب، ومن رأي القرار الصائب هي التزكية تكون لمن قام بمسار 25 جويلية ولمن آمن بمسار 25 جويلية ولا لتزكية أي إنسان معادي لمسار 25 جويلية ولا لتزكية أي مترشح من 24 جويلية. هذا بالنسبة لأسامة سحنون رو خط أحمر، التزكية ستكون لمن قام ب 25 جويلية ولمن آمن ب 25 جويلية. نمشي مع أسامة سحنون، لمن قام ومن آمن، أنا مثلا آمنت وردت الترشح آمنت بمسار 25 جويلية، نجم ناخو التزكية متاعك آمنت به أنا في الإطار متاع المسار؟ إيمان ظاهري أو باطني؟ مش عدوي. أنا معناه في مواقف السابقة في طيلة من 22 ولا من 21 حتى لليوم أنا نساند في مسار 25 جويلية ولست من قام به لكن دعمته، هل نجم ناخو معناها تزكيتك؟ في الحقيقة وسياسيا في المرحلة هذه أسامة سحنون ينجم يقدم تزكيته كل اللي قام ب 25 من جويلية. من قام؟ أيوه. لأنه المرحلة الآن تقتضي من قام ب 25 جويلية ندعموه ونقدموا له التزكية إن أراد أنه يتوجه، فنحن نتشرف أن نقدموا له التزكية. هل تسمى التزكية الشعبية؟ لا، إذا كان خلينا نتحدث بكل صراحة يعني إذا كان غدوة سيد رئيس الجمهورية يحب يقوم بتزكية شعبية له ذلك، إذا كان غدوة يحب يتوجه لأحد الغرفتين أنا شخصيا أتشرف أن أقدم التزكية ولا أخجل من هذا، وأنا مؤمن بمسار 25 جويلية ويعني مساند لمن قام ب 25 جويلية. هو حتى نوضح الصورة للناس، راو الرأي هذا يلزم أسامة سحنون بطبيعة مش نبدو واضحين، لأنه فمش كمش يسمع فينا يقول لك هذا يتعارض مع معطى الديمقراطية، يقول لك وأنه هذا الخيار هو خيار غير ديمقراطي. أنا تسكيتي حر فيها والناس أمنتني طبعاً. والناس اللي صوتت في الانتخابات آمنت بمسار 25 جويلية وآمنت بمن قام بمسار 25 جويلية، يعني غدوة في الأيامات تحبني نمشي للناس اللي معادي لمسار 25 جويلية ونخون أصوات الناس اللي صوتت إيمانا بمشروع 25 جويلية. رأي التزكية مش موقف شخصي من أسامة أو إكس أو إجريك، رأي التزكية هي أمانة الناس وهي تعبير على صوت الناس وتعبير على فكر الناس. وانا سالتك سؤال التو ما جاوبتنيش وفين الوقت انطلقت عمليه التواصل معاكم؟ لا الحقيقه لا، ما زلت
شكرا جزيلا ويعطيك الصحة بارك الله فيك. عضو المكتب الرئاسي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون، يعطيك الصحة على كل ما أفدتنا به، ويعطيك الصحة على صراحتك خاصة لأنه مثل التصريحات اللي أدليت بها وانت عاودتنا الحقيقة سواء من خلال تدخلاتك معنا بالهاتف أو حضورك معنا في الاستوديو، كنت صريح ودقيق ومبدئي في آرائك. شكرا جزيلا، ربي يوفقك. احنا هكا نصل إلى ختمة هذا العدد من برنامج المشهد الآن. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام، ربي بقي الستر على تونس. إلى اللقاء. أمين.